تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة شرم الشيخ، واستهل رئيس الوزراء جولته بتفقد مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد الذي بدأ تشغيله تجريبيا، مشيرا إلى أنه يحرص من خلال الزيارات الميدانية لمختلف المحافظات على التعرف على أرض الواقع على معدلات تنفيذ المشروعات التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات، سعيا لسرعة دخولها الخدمة، بما يسهم في رفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين من خلال هذه المشروعات التنموية والخدمية. وعقب ذلك تفقد رئيس الوزراء ومرافقه وحدة الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، كما تفقد المركز التكنولوجي بالمحافظة ومركز خدمات مصر ثم الحديقة المركزية.